تناسبا مع موسم الاصطياف 2022، سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوقهراس مخططا أمنيا يضمن سلامة المواطنين والعائلات في الفضاءات العامة والمنتزهات، أين تم برمجة مداهمات مشتركة رفقة مصالح الأمن الوطني. تهدف هذه المداهمة إلى ردع كافة السلوكيات المسيئة للعائلات وسلامتهم، القضاء على الحظائر العشوائية وكذا الاستغلال الغير شرعي لمواقف السيارات. تم برمجة مداهمات مشتركة مع قوات الدرك الوطني لتأمين المناطق الترفيهية عبر كامل تراب البلدية. يعني تبارك الله فيهم، بالنسبة لنا واقفين الأمن، واقف الدرك، يعني الحماية كاينة، المواطن يجي هو ووليداته وعائلته هنا يعني يبسط ما شاء الله يعني.